فكلام عون يمثل عون، انا مالي علاقه فيه. اللي بعده يا مرحبا، هلا وسهلا عبد العزيز العصيمي. اهلا وسهلا يا مرحبا عبد العزيز، صاحب اللمسات الابداعيه واللي دائما يشاركنا لمساته الجميله في المحتوى وفي الافكار الابداعيه وفي الاعمال الصوتيه والتدشينات. فعبد العزيز انت لك بصمه جميله جدا في برنامج الاستوديو. اليوم برنامج الاستوديو يدشن اول عمل في برامج الواقع، والشعور عبد العزيز العصيمي. وش الله يعطيك العافيه ابو نايف. انا متحمس صراحه لرؤيه باكوره افلام قناه بدايه. طلعت على الفيلم في الكواليس، يعني ما هو على مستوى التصوير ولا هو على مستوى الاخراج ولا هو على مستوى حبكه السيناريو. يمكن في عوائق كثيره واجهت زيدان الوالي المبدع المخرج العظيم، لكن طلعنا بمخرج صراحه مشرف. في موضوع مهم تكلموا، يمكن ما حد تكلم عنه قبل الموضوع المهم. عبد العزيز انا عارفك تسولف باريحيه تحت البث، ايش فيك الحين شاده ومتكتف؟ لا لا عادي، هذه البساطه احمدي. ايه حلو، ابغى الضحكه الجميله هذه، ممتاز. يلا الكاميرا معك. في نقطه مهمه، ليش مشعل القحطاني وليش محمد الدنع وليش احمد عنيف؟ ليش ما كان في مجال الثانيين؟ ترى هذا الاختيار كان بتصويت ولجنه معينه للاشخاص هذ اللي يمثلون الثلاثين متسابق جميعا. يعني مشعل يمثل 30 متسابق، محمد دالدنع يمثل 30 متسابق، احمد حنيف يمثل 30 متسابق. هذا نموذج راح تشوفونه ان شاء الله باذن الله لنجوم قناه بدايه. مخرج راح ينافس، راح ينافس المنصات العالميه اللي تعرض عليها الافلام. يا سلام، شكرا يا حبيبي قلبي عبد العزيز، يعطيك الصحه والعافيه. مثل ما قال عبد العزيز العصيمي، العمل ظهر فيه ثلاث أشخاص ولكنهم يمثلون نسخة كاملة متكاملة. الليلة مثل ما ذكرنا هي بداية انطلاقة ومقبلات لطريق طويل إن شاء الله راح نستمتع فيه كلنا مع بعض. أحمد مامي مهندس الصوت الجميل، يا مرحبا.